مرحبا بكم في توقعات احوال الطقس يوم غدا الاثنين. غتكون سحب منخفضه مصحوبه بكتل من الضباب محليا بالقرب من السواحل، فضلا عن تكون سحب ركاميه وضعيفه الاستقرار بالاطلس الكبير والصغير مع احتمال نزول قطرات مطريه متفرقه، فيما ستكون السماء صافيه الى قليله سحب باقي المناطق، وغتهب الرياح ضعيفه الى معتدله القوه من شرق منطقه طنجة وجنوب بالجنوب الشرقي ومن الشمال عموما باقي جهات المملكه، وغيكون البحر هادئا الى قليل هيجان بالواجهه المتوسطه وقليل هيجان بالبوغاز، وقليل هيجان الى هائج ما بين طنجة والمهديه، وقليل هيجان الى هائج باقي المناطق. الان خليكم مع درجات الحراره: 14 درجه بكل من مدينتي طنجة وجدة، 15 درجه بكل من مدينه فاس الرباط والدار البيضاء، 13 درجه مدينه مكناس ومراكش، 15 درجه مدينه اكادير العيون غتعرف 17 درجه، و 19 درجه مدينه الداخله. الان خليكم مع توقعات احوال الطقس لهذا الاسبوع. شوف تي في جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعه من الامتيازات، اجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل، كيضم التلفاز الإلكترونية، الجريدة الإلكترونية، شوف سبور، المرأة تي في وأسبوعية المشعل. آخر المستجدات كتوصلوا بها مباشرة من كتأنستاليو التطبيق ديالنا، والأكيد أنكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الأندرويد يكفي أنكم تدخلوا البلاي ستور وفي لاباغ دو ريشيرش تابيو شوف تي في وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، برامج حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.